بلال لما كورته بلال عرضية والرأس والهدف جول جول الهدف الأول الله 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 على الهدف الجميل الله على العرضية الساحرة والرأسية الجميلة من نجم مسوف رقم 27 خطفها خطفة حلوة في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة عشان الدفاع المغربي يولعها نار يشعلها نار في بطولة دوري أبطال أفريقيا في هذا العام في عام 2018 أصحاب البيت أصحاب الدار أصحاب الشعبية والمكان الجميل بن حبيب مع جابوا الانطلاقة العنترية والالتحام موجود من إنجاه وعلى طول الحكم الموريتاني يدي قراره والقرار هو ضرب الجزاء لصالح وفاق السيف الجزائري. وفاق السيف الآن أصبح على مقربة من العودة للمباراة الركلة بقدم المهاجم الخطير رقم 9 حبيب بجلمونة وادي الحارس محمد يوسف حارس المرمى حبيب ومحمد بجلمونة واليوسف والتعادل جول هدف التعادل لوفاق السيف بقدم حبيب بجلمونة في الدقيقة مشاهدينا 32 من زمن الشوط الأول شوط أول مثير شوط أول جميل شوط أول في كورة في متعة في جمال في هدفين حتى الآن في المباراة. تقدم الدفاع الجديد المغربي بهدف براسية للاعب سايمون مسوفا وتعادل وفاق السيف من ضربة جزاء بقدم حبيب بجلمونة هم دول